من بين أنياب قذائف وكوليرا وضيق حال طال أمده، ينتزع اليمنيون أفراحهم بأعياد لم يعد لها من طقوسها سوى القليل. يحل عيد الفطر هذا العام واليمنيون يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية بالغة الصعوبة بسبب الحرب التي دخلت عامها الثالث دون أفق يشير إلى قرب انجلاء غبارها. في تعز، المدينة التي تتلقى لوحدها منذ أكثر من عامين ما يوازي نصف الحرب الدائرة في البلد، لم تراعي الميليشيا حرمة العيد وبقيت ترسل قذائفها على رؤوس ساكني المدينة منذ فجر أول أيام العيد. مصادر محلية أكدت أن ميليشيا الحوثي والمخلوع شنت قصفا مدفعيا كثيفا على الأحياء السكنية شرقي المدينة، وأضاف السكان أنهم شاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من عدة مبان أصابها القصف دون معرفة حجم الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بها. ليست القذائف وحدها من تشوه وجه العيد وتنتزع من اليمنيين فرحته، فوباء الكوليرا الذي يخيم بظله الكئيب على حياتهم منذ أشهر بات ينغص كل محاولة للفرح في ظل انهيار المنظومة الصحية للبلد وتسارع انتشار الوباء مع عدم كفاية المعالجات التي تتخذها السلطات المحلية. عداد مفتوح تتصاعد أرقام ضحاياه بشكل خطير مع أكثر من 1300 حالة وفاة وأكثر من 200,000 حالة اشتباه بالإصابة بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية. يزيد على كل ذلك ضيق حال وعسرة امتدت لتشمل معظم اليمنيين بكافة شرائحهم بعد أكثر من عامين من حرب افقدتهم أعمالهم ومصادر عيشهم. هكذا تبدو فرحة اليمنيين بأعيادهم غائبة وسط كومة كبيرة من المصاعب والمغالبة، ولم يبق منها سوى اسمها وبعض طقوس تذكرهم بفرح قديم مر من هنا.